بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أن هذه كيا بيكانتو باش ننظفوا لها الفراشة والحساس نتاع الستارتر اوتوماتيك. باش نحمل الغطاء نتاع الفيلتر. صعبنا معه شوي لأن يابس. الحين شوف الفلتر شنو حواله، مازال باين الفلتر مش خايب. هو شاد في هذا وشاد في مفتاح، يقولون مفتاح عسل. هذا ما شاد فيهم تو. بعد ما نحينا الفلتر باش ننظفوا الفراشه والكوربابيون في مكانها، نفتحوا الستارتر هذا كيفاش ممسخ. بعد ما فكينا عرينا عليها الستار نعطوها ضربة شوفوها من كل مكان، أو شوفوها كيفاش يسخن خارج. نجيب هذه كذلك، خلوها تعبوها وخلوها تنفخ. نجيبو كيما هذا، نرفو بيه نشوفو من الداخل. شفتو الوساخ داخل، نزيدو كذلك نعملو في هذين المكان هذا. نجدوهم من تحت نحطوهم من فوق، نجدوهم من اللطا شوي بشوي. الحلل كيف كيف منا طبعا. هذا الثاني يفتح على
على البوابة الداخل، ما فيش يخرج لك من القطع. نجيب الهدية نفضها منيح، شوف الرصاص اللي فيها. كذلك نحاولوا نحطولها من الداخل، نحط الرصاص اللي فيها. سخن فيها هو هذا بيدو المادة هذه فيها يعني وحدها كي تقعد هذيك تحل الأوساخ من غير حتى ما تقعد تنظفها أنت، بعد تسبريها هي تبلها في الهواء وأنت تشربها، لأنه هو وقود هذا ما يعمل شيء، هو وقود ما يعمل حتى شيء، ما تخافش منه. الموساخ اللي هي تذكر هكاكا، خلوها بالوقود نتاعها هذاك افضل، ونسكر عليها هذاك، منها ينظفها ومنها يحميها. هذا ديما الربطان يكون ربط معقول جدا، نرجعوا الخيط نتاعنا اللي هو فكناه، الخيط هذايا كذلك يعني بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. عندنا حساس الهواء هذايا باش نفكوه وننظفوه. سألها بشوي ونزده ما فيها شيء، ننزل عليها هكا فقط تخرج مكانها كيفاش تصير هذه، تنزل على هذه وتجبد الحساس. هذه حساس نتاع الهواء كيف كيف، حتى هو شدوا ننظفوه بالله. ننظفوه بالفشفشه ننظفوا كان مسالش، حتى نخليه يمشي مسالش، لان هذا كله بترول ماهيش قضيه، خلوه خلوه يرتاح شوية، ما نرجعوش على طول، يعني شوفوا هذين، شدوا هذين نمسحوه هكا بشوي بشوي، كاهو، نعملوا له أكثر شيء من هكاكا، كاهو، شوية هكاكا. خلوه بالمادة نتاعو ورجعوه مكان. رجعوا البول نتاعو.
نخلوه بالماده نتاعو ونرجعوه المكان. ونرجعوا له الخيط نتاعو طبعا في شيء سهله ما فيها شيء ترجعها. نسمع قلتك طبعا نظفنا الفراشه من برا، نظفنا حساس الهواء وباش نخدموا السياره.